وقد ضل فئام في معنى الاستواء ففسروه بمعنى آخر، وهذا ما جرى عليه بعض مثبتة الصفات ممن ينفون الصفات الاختيارية كابن كلاب والأشعرية والقلانسي ومن وافقهم، حيث قالوا إن الاستواء فعل يجريه الله تعالى في العرش فيكون مستويا عليه، وهذا لأجل أن يمنع قيام الحوادث فيه جل في علاه، فعطلوا الله عن صفات الفعل والاختيار لقولهم من دلائل الحدوث أن تقوم فيه الحوادث. وهذا هذه قاعدة أصلا غير مستقيمة ولا سليمة ولا تسلم، وبالتالي ما بني عليها فهو باطل. فتعطيل الصفات لأجل أنها حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث والله واجب الوجود، كل هذه مقدمات لتحريف الكلم عن مواضعه ولا تبنى على أصل أصيل. لو قيل له ما الدليل على أن الله لا يحدث من أمره ما يشاء ولا يفعل ما يشاء، ما قاموا على ذلك دليلا، بل الأدلة في الكتاب والسنة متوافرة أن الله فعال لما يريد جل في علاه، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فلا يجوز تعطيل الله تعالى عن الأفعال الاختيارية. لكن هؤلاء لما عطلوا الله عن الفعل الاختياري قالوا إن الاستواء فعل يجريه الله تعالى، فعل يقوم بالعرش يكون الله به مستويا، وهذا من الفرار من النصوص. ولو كان ذلك لأضاف الله تعالى الاستواء إلى العرش، لكنه أضافه إلى نفسه في 7 مواضع، فلو كان الأمر كما قالوا لبينه ولو في موضع واحد من هذه المواضع 7. ولهذا الذي عليه علماء الأمة وسلفها وجرت عليه كلماتهم إثبات استواء الله تعالى على عرشه على الوجه اللائق به، دون تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل.